نجي إلى شنو؟ إلى البراءة. السيد السيستاني حفظه الله سألوه مسألة، هذا استفتاء موجود، بس ولكن أكو في الاستفتاء ذكاء، أكو في الاستفتاء شنو؟ ذكاء. شنو الذكاء اللي في الاستفتاء؟ الجواب عن السؤال لا يوجد فيه ترجيح، ولكن لما جاب جاب الرواية بعد الفتوى شنو فيها ترجيح. شوف لاحظ، سأل واحد سؤال قال له سيدنا أيهم أفضل، الصلاة على محمد وآل محمد أم لعن أعداء محمد وآل محمد؟ إيش قال له سيد؟ قال له الجمع أكمل. السائل يريد من السيد شنو؟ ترجيح، أي من أرجح لي؟ الجواب في ترجيح ولا ما في ترجيح؟ جاوبه ما في، صح ولا لا؟ قال له الجمع شنو؟ السؤال يريد ترجيح ولكن الجواب ما في ترجيح، ولكن جاب له ترجيح من رواية، جاب له الرواية بأن الإمام الصادق عليه السلام دخل على خياط ذات يوم من الأيام يشتري ثوب، فقال الخياط للإمام الصادق يا ابن رسول الله خيطت هذا الثوب وأنا أصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وخيطت هذا الثوب وأنا ألعن فيه أعداء محمد وآل محمد، فأيهم تختار يا ابن رسول الله؟ الله، جاب الترجيح لمن؟ جاب ترجيحا للإمام الصادق سلام الله عليه. من هنا نعرف أن السيد قد رجح من خلال شنو؟ من خلال الرواية. فماذا اختار الإمام الصادق لكي يربينا ويعلمنا أنا وأنت بأن البراءة مقدمة على شنو؟ على الولاية. ولذا إحياء شهادة الزهراء سلام الله عليها مصداقا من مصادق ماذا؟ البراءة من أعداء أهل البيت. يركزون العلماء والمراجع على إحياء شهادتها لكي يفعلون ذلك الأصل في قلوب الشيعة الإمامية. فاختار الإمام الصادق الثوب الذي كان يلعن فيه أعداء محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.